سلام البنات، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم مزيانه والمغاد شفتو مزيان. هذا الفيديو والله ما عرفت كيفاش غادي نبداها ولا شنو غادي نقول فيها ولا حتى شي حاجه. البارح في الليل درت في راسي انني جو دوا فيلم اون فيديو بور بلوس ديكسبليكاسيون وباش نوضحوا بزاف ديال الامور مع بعضياتنا. اول ناس اللي كنت علمتهم انني حبست اليوتيوب هما الناس ديال انستغرام اترافير اون ستوري. دونك شنو وقع انني دو جور لوندومان رديت كاع الفيديو ديالي بريفي وما علمت حتى شي واحد، مي حتى شي واحد فريمون. قرار اللي خديته بينو وبين راسي، ميم الاقرباء ديالي ولا صحابي ولا حتى شي حاجه، حتى واحد فريمون حتى واحد نيتي با او كورون. قرار اللي جا هكاك فجاه، ومن بعد بديتو كطرحوا عليا بزاف ديال الاسئله وبزاف ديال الناس صحابهم ان القناه ديالي مشات وبزاف ديال الحوايج. كنتو كتصيفطوا لي دي ميساج اللي ما كنتش قاده نهائيا انني نجاوب عليهم ولا ما كنتش مستعده انني نجاوب عليهم، حيت درت شي حاجه اللي فريمون ضراتني. المهم ان في هذا الفيديو هذا غادي تفهموا كل شيء. دونك كما قلت لكم دازت واحد يومين ولا 3 ايام وصافي لي ميساج ما بقاوش يحبسوا. درت اون ستوري في انستغرام اللي قلت لكم راه لاشين ديالي ما تفرات ما حتى شي حاجه، سي جوست اون ديسيزيون كو جي بريز انا، وقرار نهائي اللي خديته انا انني غادي نبعد على اليوتيوب وانني غادي نحبس القناه ديالي. وهذوك الفيديوهات درتهم اون بريفي باش مره نبقى نشوفهم انا ونتفكر واحد لا بيريود اللي دازت في حياتي. اون فوا حطيت لا ستوري بزاف ديال الناس شافوها، لي ميساج ما حبسوش، الميساج ما حبسوش. هادشي اللي درت كنت كنمر بواحد المرحله اللي ما كنتش نهائيا جالي با بيان، دونك ما كنتش نهائيا كاع مزيانه ولا مرتاحه، وخديت هذيك لا ديسيزيون بيني وبين راسي واستكملتوا لي بالميساج ديالكم. جامي ما عمرني ما ظنيت داك الحب كامل غادي تصيفطوه ليا من اترافير لي ميساج ديالكم. البكا اللي بكيت يمكن ما عمرني ما بكيتو في حياتي فريمون، ما عرفتش واش بالفرحه واش ما عرفتش، وتخلط عليا الاحاسيس هذيك الايام، كلشي تخلط عليا. والميساجات ديالكم كان فيهم واحد الحب اللي كبير 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 بزاف بزاف بزاف، وما ظنيتش ان الناس ما عمرني ما شفتهم، ما عمرني ما تلاقيت معاهم وما كنعرفهمش نهائيا. يمكن نتوما كتعرفوني اكثر ما كنعرفكم، ولكن ما عمرني ما ظنيت، حيت بوغ موا عدد ديال المتتابعين اللي عندي قليل بزاف، يعني ما غاديش ما كنتش كنتظر نهائيا داك الكم الهائل ديال الميساجات، داك الميساجات اللي وصلوني عليه الحساسه ما كنتش كنتظر كاع نهائيا داك الكلام منكم، حيت بوغ موا ماشي شي حاجه، يعني يلاه ديك اليوتيوب يعني ماشي اون بيرسون اللي ولفتوها ولا دخلت لكم لقلبكم او لا، يعني يلاه مازال يلاه كندير بلاصتي معاكم. واذا بيا كنتفاجئ بداك الكم الهائل، صدمتوني. شكرا لكم وشكرا لكل وحده صيفطات. شي وحدين بغاو ما بغاوش يحبسوا، قالوا لي زعما واخا نديروا لك الضجيج ما غاديش نحبسوا من الميساجات. شي وحدين بقى فيهم الحال وقالوا لي سي اون ديسيزيون اللي ما خاصكش تاخديها انت بوحدك، حيت دخلتي لديورنا وبزاف ديال الحوايج وسامع توشي انورمومون، وبكاوني فريمون دي ميساج اللي بكاوني بزاف بزاف بزاف. ما عرفتش كيفاش نعبر لكم على هذا الشيء، ولكن ما كنتش منتظره نهائيا انني نهضر لكم في هذا الموضوع، ما كنتش ولا اصلا نهائيا انني نرجع ليوتيوب، حيت بو موا كانوا ناس قلال اللي متابعيني وصافي، يعني غادي ننسحب، ما غاديش يحسوا نهائيا بيا، يعني بحال كنت بحال ما كنت عادي. الوغ كو نو، كسبت عائله اليوم، عرفت ان علاش اليوتيوبرز الاخرين كيقولوا لكم العائله الثانيه ديالنا، حيت وحق الله العلي العظيم الى كلامكم، كلام اللي كنحس عائلتي هما اللي كانوا كيهضروا معايا. هاد الحياه حاجه واحده اللي كان دائما كنقولها، الاشخاص اللي خصهم يدخلوا لحياتي خصهم يكونوا كيستحقوها، قسما بالله دائما كنقول هاد الهضره لمن ما كان. بعد المرات زعما جو مون فو كاريمون انني نحيد اون بيرسون من حياتي في دقه واحده، ما تنبقاش نفكر بزاف، اون فوا كتاديني صافي سي بون، كنكلاسيها دو كوتي. من الناس اللي بقاو معايا اكثر من سنين، هادي هما صحابي ديال الصغر ولا عائلتي ولا وهما اللي لقيت يعني في هاد المرحله هادي، كاع الناس اللي كنت كنظن فيهم انهم صحابي وحبابي والاقرباء ديالي كانوا هما السباقين انهم يهضروا معايا. خلاص تليفوني ما بغاش يحبس من لي زابيل وما جاوبت حتى شي واحد، حيت ما كنتش مستعده انني نبرر ولا نعطي علاش ولا نقول ها شنو ولا نهضر اساسا في الموضوع. داك الموضوع كان كيجازني بزاف بزاف فريمون، هادشي كان اثر فيا بزاف بزاف.
المهم جيت باش نقول لكم انني رجعت ليوتيوب وان فوا بور توت ان شاء الله يا ربي، وعرفت انني كسبت عائله اخرى، ناس اللي كيبغيوني بدون مقابل وبحب صادق، ناس اللي كلامهم زعما ما عمرني ما غادي ننساه اللي وصل ليا ديريكتومون لقلبي. كاع هذوك الميساج اللي صيفطوا ليا درت لهم دي سكرين شوت وخليتهم في تليفوني حيت دائما كنرجع نقراهم، ودي ميساج اللي فرحوني بزاف، وعرفت انني يوتيوب ما دايرهش غير هكاك، حيت بالنسبه لبزاف ديال الناس كيقولوا ان هادشي اللي كنديروا سوغ يوتيوب سي دو نابورت كوا ولا سي تخربيق ولا المهم زيدوا من راسكم. واذا بيا اتفاجأ ان هادشي اللي كنت كندير في يوتيوب والناس اللي هضروا معايا بينوا لي ان هادشي لا. واحد النقطه اللي غنطرق ليها اخرى اللي قالوا لي الناس داك الجهد اللي درتيه، تفكري الوقت اللي ضيعتي في المونتاج، الوقت اللي ضيعتي في انك كتصوري الفيديو، قسما بالله ما كنت كنفكر نهائيا في هذه الناحيه هذه، بور لا سامبل ريزون كنقول زعما اي حاجه كي مباسيون وكنديرها الا وكتريحني انا نفسيا والله ما كنفكر زعما لا الوقت لا الجهد اللي كنعطي ليها. بحال كنت كنت ماكيه لشي عرس وغاده، يعني ما غاديش نقول علاش ضيعت داك الوقت في الماكياج حيت الماكياج كيعجبني، دونك سي باغي بوغ يوتيوب، مستعده اني نسهر ليالي باش نمونطي، مستعده انني انفيستي بفلوسي وكان انفيستي بفلوسي باش تكون لا بون كاليتي وباش يكون لو ميور كونتوني اللي نقدم لكم وتفرجوا نتوما مرتاحين في الفيديو ديالي. من هنا قدام بزاف ديال المحتوى اللي غادي يتطور ان شاء الله، انا رجعت ولكن رجعت بقوه ان شاء الله، ورجعت ب بان كاليتي اللي غادي تكون ميور. جو في فيي سورتو سور سا، يعني غادي فريمون غادي نخدم على يوتيوب حيت عرفت انني كسبت ناس اللي كيبغوني وكسبت حب اللي ماشي اي واحد يقدر يكسبو. دخلت لقلبكم ودخلت لديوركم، كنشكركم بزاف حيت حليتوا لي داكم، حيت حليتوا لي قلبكم، كنبغيكم بزاف. وفاش كنقول لكم كنبغيكم راه ماشي غير كلمه هكا كنقولها، زعما كنبغيكم بصح كنبغيكم، حيت هذاك الكلام ماشي اي واحد اللي جاوا غادي يكتبوا ليا الا وكنتو نتوما كتبغوني ودخلتوني فريمون لقلبكم. كنبغي نشكركم وكنبغي نشكر اي واحد من عائلتي من صحابي اليوتيوبرز المغربيات، شحال من وحده فريمون ما ظنيتش نهائيا انها تجي تهضر معايا وجات هضرات معايا غير كو بوغ بوغ ترجعني اليوتيوب. وبزاف ديال الناس ظنوا انها بسبب التعاليق السلبيه، ابدا ونهائيا زعما جمون باس ما كيأثروش فيا ولا 1% نهائيا الا والا كان زعما شي تعليق اللي كيكون بناء وكيوصلني واحد الطريقه اللي زوينه وكنقراها بواحد الطريقه اللي زوينه وكيأثر فيا كنحاول نخدم عليه ضروري، ماشي حاجه الناس اللي غيزين باش يكريتيكي ولا غيزين باش يهضروا داكشي كاع فريمون ما كيأثرش فيا نهائيا. واخا يلاه بادية واخا بزاف ديال الحوايج، حيت راه ماشي غير في يوتيوب اللي كاينين هاد النوع من الانتقادات، وكتلقيهم مع بزاف ديال الناس. دونك انا كنعرف نفرق ما بين انتقاد اللي خصو يقيسني وانتقاد اللي ما خصوش نهائيا يقيسني، وانتقاد زعما السلبيه كيجيني يمكن واحد في السيمانه ولا زعما تواضعا مني حيت عارفه ان العدد مازال قليل ومازال لي زابوني غادي يتزادوا ومازال الانتقادات السلبيه غادي يتزادوا، ولكن زعما شي حاجه اللي ما كتقيسنيش نهائيا نكونوا اكيدين منها، وماشي هذا هو السبب النهائي اللي خلاني نرجع للور. ولكن نبغي ناكد لكم انها كانت مرحله في حياتي اللي الحمد لله طحت فيها، هذيك فاش درت لي فيديو اون بريفي وقررت اني نبعد على شي حاجه اللي كنبغيها بدون سبب، هذيك راه طايحه. ولكن ثقوا بي انني نط ونط بقوه ان شاء الله وغادي نرجع بقوه. كنبقاو انسان قبل كل شيء، واي واحد كيطيح وكينوض وكيطيح وكينوض، الخايبه هو انك تطيحي وتبقاي في ديك الحفره وما تنوضيش. شكرا حيت خليتوني نتمسك بيوتيوب ونتمسك بلا باسون اللي كتعجبني، شكرا حيت نتوما دابا في حياتي، شكرا على الدعم ديالكم على الحب ديالكم على لو سوبور ديالكم على اي كلمه قلتو في حقي على الميساج ديالكم اللي صيفطتو ليا. عارفه انني بزاف ديال الناس مازال ما جاوبتهمش فريمون الوقت ما كاينش وصعيب عليا انني نجاوب كلشي ونستفسر مع كلشي، ولكن كونوا اكيدين ان كل وحده كنجاوبها على الميساج ديالها الا وكنجاوبها
ماشي غير باش نصيفط لها قلب او لا شي حاجه، يعني كنجاوبها جواب اللي يستحق هذاك الميساج، حيت كتلقاي ميساج قد هكا كتجيك حشومه انك تصيفطي اكور زعما كانك قريتيه ولا هذا. دونك انا لحد الان طونك انني كنقدر نجاوب على الميساجات راني كنجاوب. دونك نتمنى انكم تفهموا هذه المرحله اللي دزت منها، واخا سا سفي با مشيت او ترجعت سمحوا لي بزاف على هذه المرحله اللي دازت، وان شاء الله اللي جاي القدام غادي يكون احسن. شكرا على الدعم ديالكم، وهادشي اللي نقدر نقول لكم، انا محتاجه الدعم ديالكم، محتاجه لي زونكوراجمون، محتاجه لو سوبور ديالكم، كنبغيكم بزاف بزاف بزاف. شكرا بزاف بزاف من كل قلبي، نتلاقاكم من هنا الفلوق الجاي. تشاو تشاو.